السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. هذه المرة رجعت لكم بوصفة البيري المطاعم، ولا كما نقول لكم ألذ من المطاعم واقتصادية، وكذلك بصاصة اللي مرافقتها بكريات الدجاج، ما شاء الله قمة في البنة، والبنة أنا ما قلتش قالوا قلت بالسبني. وكذلك هذه الوصفة راح نقول لكم باللي شوفوها وقارديوها مليح مليح، على خاطر راح نخدموا عليها مشروع، وكي نقول لكم باللي خدمنا وصفة البيري مقبل راح تكون عليكم فكرة على هذه الوصفة. نبدأ بسم الله على بركة الله. هنا عندي كيلو نتاع بطاطا اللي قشرته وغسلته مليح بيانسور، راح نجيب القدرة تاعي ولا القدرة باش نطيبوا هذا لابيري نتاعنا بطريقة المطاعم وبطريقتي الخاصة اللي تجيب بزاف بنينة. هنا هذه البطاطا حنقطعها تقطيع عشوائي، يعني قطعوها برك مثلثات مربعات مكعبات، مهم قطعوها. انا راح ندير اربع حبات عبصل، اربع حبات عبصل تقطيع عشوائي، راح ندير ربع ورقه تاع رند ولا زوج ورقه تاع رند، راح ندير ربع فصاص تاع الثوم، وكذلك نحط فيها شويه تاع الزيت حوالي ربع مغارف تاع ماكله تاع الزيت، راح نحط فيها كميه الملح. الرند راح يعطي لنا نكهه بزاف شابه ولا بنه بزاف شابه، وينحي لنا ريحه البطاطا باش نحو ديك النشا تاع البطاطا، يعني ما يقعدش فيها الكو تاع البطاطا. راح نعمروها بالماء يعني حتى نغطوها كامل، ونحطوها على نار متوسطه ونخلوها تغلي جيدا. من جهه اخرى راح نوري لكم ثاني طريقه بزاف هايله واقتصاديه. هنا كي تروحوا تشرو الدجاج من عند البوشري، لازم تدخلوا قبل ما تدخلوا البوشري تقولوا له شحال راك تبيع الدجاج للكيلو، مثلا يقول لك 35 45 40، قال وزن لي نصف صدر، يعني جهه تاع صدر كما راكم تشوفوا، المهم هي بالعظم تاعها. ما تقولوش وزننا صدر بلا ما تقولوا شحال السعر، على خاطر راح يحسبه لكم بسومه الاسكالوب، وهكذا كاين بزاف الغشاشين الله يهديه، ولازم تخزروا في الميزان. انا هذاك الدجاج بعد ما نقيته نحيت له الجلد تاعو ارميته، قطعته الى مربعات صغيره ولا مربعات، مهم قطعوه وخلاص. هذاك العظم ما ترميوهش، درت له شويه تاع الملح وشويه تاع الخل باش نغسله ونحو هذيك الصفوريه ولا هذيك البكتيريا اللي في الدجاج. بعد ما قطرته مليح مليح هذاك الصدر واش حندير اللي كنت قطعته؟ راح نديره في الاشوار نتاعي. هنا نسحقوا هذاك البولي اشي ولا الدجاج اشي مرحي، حط فيه ربع فصات تاع الثوم، هنا حطوا شويه تاع المعدنوس اذا كان عندكم ولا حشي الشربه وحده من الزوج، حطيت شويه تاع الملح. وراح نحطوا كذلك هنايا ربعة أو ثلاث مغارف نتاع لاشابلور واللي هي الخبز اليابس المرحي. اللي ما يعرفش لاشابلور هي الخبز اليابس المرحي، حطيت فيها شوية فلفل الكحل ومغرف عمره مليح تاع راس الحانوت، ونخلط كامل هذه المكونات ونرحيهم جيدا بالأشوار نتاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. قلت لكم الدجاج دائما ما تشروش، يعني خاصة الدجاج اللي يكون نحي منه العظم، على خاطر يحسبوا لكم بسومة الاسكالوب ويجيكم بزاف غالي، يعني قطعة صغيرة برك راح تجيكم بالك 50 و 60000. هذه القطعة أنا شريتها دجاج الله يصدر الله يبارك، تقريبا فيه كيلو جاني 30000. انا واش عندي في الاشوار بعد ما نحيته ونحيت الدجاج تاعي؟ هنا عندي يعني قلت لكم انا كانت عندي حبه بصل متوسطه، نحيت منها اربع درت لابيري واربع حطيت في الاشوار. هنا عندي نصف حبه طماطم، وهنا بقيت عندي اربع فصاص تاع الثوم كذلك ولا ست فصاص، ومن بعد بديت نرحيه في الاشوار. للامانه هذا البصل يعني كانت كميه قليله ما ترحاليش في الاشوار، حطيت تقريبا فنجان تاع الماء باش ترحالي مليح مليح. هنا ننصحكم انكم الدجاج البصل عفوا ريحوه مليح مليح، واللي ما عندوش اشوار يسكرفجو بالسكرفج. نحطوه بجيه ونبداو دوكا نخدمو في الكريات نتاعنا تاع هذاك البولي بولي اشي، واذا كان اللي لبس به وقادر يعني بحالته يعني حالته ميسوره يعني ميسوره الحال، يدير الفيون داشي اللحم مفروم كما راكم تشوفوا. نبداو نكوروا فيهم الى كويرات، تقريبا الوزن تاعهم 30 غرام في كل كويره، الوزن تاعها 30 غرام، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا، يعني حتى لو كان المراه يجوها ضياف على غفله وما تلقاوش واش دير لهم، تصدر تاع دجاج واحد برك ولا بيري وشي شلاضه وشي فاكهه راح دير لهم عشاء الله الله ما شاء الله. هنا من جهه اخرى واش درت؟ جبت الطنجره تاعي واش نحط فيها؟ نحط فيها تقريبا فنجان تاع الزيت، ونحط فيها مغرف نتاع الزبده. ممكن راح تقولوا كان على بالي بلي كان انتقادات بزاف، يقول لك كميه الزيت بزاف، وانا نقول لكم هنا الزيت ما تخافوهاش بتاتا، لان هنا هي اللي حطينا البنه نتاعنا.
واش راح حطيت فيها بعد ما سخنت هذيك الزيت على نار تكون متوسطه دائما ما تقوش النار باش ما تحرق لكمش الماكله تاعكم. بديت نحمر في هذوك الكويرات نتاع الدجاج نتاعي حتى ونخضوا هذاك اللون الشباب الاحمر المذهبي الله الله، ونحطهم ابجي بعد ما تحمروا بهذه الطريقه. وهنا هذيك الزيت والزبده تاعي اللي كنت حمرت فيهم الدجاج راح نحتاجها اللي هي تعطينا هذيك الصلصه الخضره البنينه اللي رانا نحوسوا عليها كامل، واللي بالاخص في المطاعم يحطوا لنا واحد الصلصه فوق اللي عطيني لي هذيك. هذيك هي البنه نتاع الدجاج. انا واش ندير هذيك الكركاس قلت لكم نتاع الدجاج والعظم نتاع صدر هذاك ما نرموهش، يعني ما نكذبوش راه وحدنا في كل دار كاين اللي يحب يمشش ولا كيما احنا نقولوا كدد هذاك العظم نتاع الدجاج. بعد ما قلينا هذيك عظم تاع الدجاج مليح درنا له هذيك الخليط تاع البصل والثوم والطماطم، زيد حطيت شويه تاع الملح راس الحانوت، وحطيت شويه فلفل كحل وفلفل العكري، ونخلط ونقلي كامل هذوك المكونات مع بعض حتى يتقلاو مليح مليح. بعد ما يتقلاو حطيت مغرف تاع ماكله معمره مليح، طماطم مصبره، تحبوا تنقصوا نقصوها، تحبوا ما ديروهاش ما ديروهاش، تخلوا الصلصه تاعكم تجيك شغل رايحه للاورانج يعني ماشي حمراء بزاف وماشي بيضاء. هنا واش درت في ديك الاشوار تاعي بعد ما يعني رحيت فيه المكونات، حطيت له شويه ماء تاع سخون وشللته باش ما نضيعش هذاك البصل اللي كنت رحيت فيه وذاك الشويه فتات ممكن تاع الدجاج ولا حاجه، ومرقت به هذاك الصلصه نتاعي وزدت لها شويه ماء سخون ونمرقها حتى وين تاخذ الغليه كما نقولوا حنايا. شوفوا كيف بدات تاخذ الغليه. واش راح ندير؟ راح نجيب هذوك البولات نتاعي تاع البولي اشي ولا الدجاج مرحي ونحطهم لداخل ونخليهم يطيبوا بغرضهم وبراحتهم، ومنها راهي تتشرب هذاك الدجاج ويجوني لداخل الطرايا ما شاء الله، وما يجوش ناشفين يجو كما الزبده الله يبارك. راح نروحوا لابيري تاعنا هنا بعد ما طابت لي لابيري، هنا تبعوا معايا مليح الخطوات تاع لابيري اللي راح نديرها، تبعوها مليح مليح. انا بعد ما دخلها طياب لابيري ولا البطاطا تاعكم خلوها طيب مليح مليح. واش راح ندير؟ انا جبت الكاسرونه تاعي حطيتها بجيه، راح نقطر ولا نقطر كامل هذاك الماء اللي كان في لابيري، وهذاك الماء ما نرميوهش. هنا واش راح نزيد لابيري تاعنا؟ شوفوا هنايا بلا كنت نساو الرند اللي درناه لداخل، على خاطر لو كان حتريحوه راح يولي لكم كاع شغل مقط كحوله لداخل. حطيت مغرف تاع ماكله زبده، حطيت ربع حبه تاع فرماج، تحبوا تقدروا تحطوا تاع الميزان نورمال، وانا حطيت الحليب تاع السائل تاع الشكاير يكون سخون وبديت نرحي فيه. هنا الا ما كانش عندكم حليب سائل عندكم حليب بودره، ديروا واحد جوج مغارف تاع ماكله حليب بودره ولا حليب لحظه وزيدوا عليه الماء تاع لابيري، يعني ديروا غير بشويه ما تكثروش باش لابيري تاعكم ما تجيش مايهه ولا تجي جاريه. هنا شفتها بلي خصها شويه تاع زبده وشويه تاع حليب، زدت لها شويه حليب وشويه تاع زبده وبديت كملت ريحتها باش يجيني هذا القوام الشباب الهايل. بصح دائما تخدموا لابيري بصح ما تعرفوش كيفاش تسخنوا لابيري تاعكم، اروح نعطيكم الحل. لابيري تاعكم باش تسخن لكم دائما تقعد سخونه وما تنشفش وما تجمدش، دائما تحطوا حمام مائي بهذه الطريقه، يعني الطاوه تاعكم ولا مقله ولا كاسرونه تكون كبيره على الكاسرونه اللي رحيتوا فيها لابيري، وديروا فيها كميه تاع الماء وتخلوه يسخن وتحطوا لابيري تاعكم الفوق، ولابيري على نار قليله خلاص راهي تتسخن على كما نقولوا احنا حمام مائي، وتقعد دائما سخونه وتلقى روحها وطريه ما شاء الله كيما تاع المطاعم ولا ابن من تاع المطاعم. هنا بعد ما طفيت عليها هذيك الكريات الدوعي بعد ما طابوا وثقلت هذيك الصلصه، رايحين نزينوا الطبق تاعنا ولا الصحن تاعنا. في كل صحن حطيت كميه كما هكذا وبديت ندور عليه بالملعقه بهذه الطريقه، والتزيين يقعد اختياري، تقدر تحطه بجهه ليبولات ومن جهه تحطه لابيري. وانا حفرت حفره في الوسط وبديت نحط فيه هذيك الكريات، يعني ثلاث كريات في هذا الصحن. تقدروا تحطوا اربع كريات لانه خرجت لي هذه الكميه اربعة صحون، يعني في كل صحن فيه اربع كريات، ودورت عليها بالصلصه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ما شاء الله، زينتها بجهه حشي الشربه ولا معدنوس، والتزيين واللي اختياري، تحطوا حبيبة تاع زيتون من فوق يعني ماشي مشكل، التزيين واللي ليكم كما تحبوا انتم. المهم ننصحكم انكم تقردوا هذه الوصفه وتشوفوها مليح مليح، على خاطر راح نديروا مشروع اخر على جال هذا لابيري وكاين وكلات واحده اخرى.
واش نقول لكم ان شاء الله خاوتي خياتي نكون شاهدكم بالجنه، وان شاء الله تكونوا دبرت لكم وصفه تاعنا اليوم باش ديرها غدا كل عشاك. وما تنساش اللي جد معنا في القناه نقول لكم مرحبا بكم قناه قناتكم، والقناه واللي راهم قدم معنا في القناه نقول لكم القناه تنورت بكم، والله يحفظكم ان شاء الله ليا، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. نبقى لي نقول لكم ما تنساوش تحطوا اسفل الفيديو تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر الجزائري. ما تنساوش بالبارطاج والاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين الرايعين كيما تهلاو فاتكم بزاف بزاف. سلام.